احنا من فترة من شهور تقريبا كان في حديث عن إغلاق حديقة الحيوان في الجيزة علشان هيكون في يعني مجموعة من التوضيبات لإعادة الحديقة بشكل أفضل، وبعدين بعدها قيل إنه تم إرجاء هذا القرار لغاية ما النهاردة وزارة الزراعة أعلنت إنه التطوير بشكل رسمي في حديقة الحيوان هيبدأ من غدا الأحد، وده الهدف منه رفع كفاءة جميع الخدمات الموجودة في الحديقة مع الحفاظ على طابعها الأثري، الحفاظ على النباتات، الأشجار النادرة، وده يمكن اللي كنا بنتكلم فيه قبل كده لما خرج الخبر الخاص بتطوير الحديقة. هنعمل ايه في الأشجار اللي بقى لها أكتر من 100 سنة؟ هنعمل ايه في الأبواب التاريخية اللي موجودة في الحديقة؟ هنعمل ايه في الحيوانات كمان اللي موجودة في حديقة الحيوان في هذه الفترة؟ معانا الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية. دكتور اهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم. خلاص ده من بكره، خلاص ده قرار إن شاء اخير. الله يا فندم. طيب ايه الخطوات المتبعه، وخاصه اني موجود في الخبر انه ده هيتم لمده سنه او سنه ونص؟ إن شاء الله يا فندم، يعني شركة الإنتاج الحربي تحاول تضغط إن شاء الله يبقى أساسا إن شاء الله، ويتعمل على أعلى المقاييس العيارية أو المعيارية وأعلى مقاييس للجودة في هذا الشأن إن شاء الله، يعني بحيث الحديقة تاخد التصنيف الدولي المناسب ليها وتبقى مطابقة لكل الشروط والاشتراطات اللازمة لرفاهية الحيوان وصحته، ويبقى منظر جميل جمالي حضاري للمواطن المصري يستمتع بيه إن شاء الله. عدد الحيوانات اللي موجودة دلوقتي في حديقة الحيوان في الجيزة طبعا هي قد ايه، وهيتعمل الحيوانات، فيها ايه؟ نعم يا فندم، عددهم قد ايه وهيتعمل فيهم ايه؟ لا الحيوانات طبعا هي انواع كثيره من الفصائل، سواء الطيور او الثدييات او السواحف وما شابه ذلك، طبعا يعدي 1500 حيوان وطائر وزاحف، دول بيتعاملوا معامله راقيه جدا اثناء فتره الاعداد والتطوير، ومعامله مناسبه لهم جدا في اماكن بديله داخليه متوافقه مع الاساليب العلميه الحديثه. هيتنقلوا من الجيزه يعني هيروحوا مكان تاني لا ولا؟ يبقوا جوه نفس المكان يا فندم، لان الحديقه طبعا واسعه 86 فدان في يعني اماكن هيفضلوا تطويريه موجودين في كثيره، نفس يعني المكان في حديقه ان شاء الحيوان في الله الجيزه وفي طبعا تطوير شغال. طبعا يا فندم طبعا. طيب ممكن اعرف من حضرتك كان ايه يعني ايه المشاكل اللي كانت موجوده في الحديقه بشكلها الحالي عشان كده احنا نعم عايزين يا فندم، نطورها؟ ايه العيوب او ايه المشاكل اللي موجوده طبعا في يا فندم حديقه الدنيا الحيوان في الجيزه التحتيه، حاليا؟ الحديقه منشاه من 1891، فقد تكون البنيه التحتيه كلها سواء ميه او كهرباء او كله طبعا اصبح متهالك، عايز تحديث ثاني كمان في الهاوزنج بتاع الحيوان نفسه، لان كل ده بيتطور طبعا اساليب علميه حديثه، لازم نمشي مع المعايير الجديده كلها، التصميم القديم للقفص مثلا شكله متغير، رفاهيه الحيوان في درجات الحراره والظل والصحه العامه والفرشه والبيدنج واسلوب تقديم التغذيه واسلوب الرعايه، كل ده كله وفي نفس الوقت بما يضمن الرفاهيه للحيوان وراحه المواطن اللي هيزور المكان نفسه. حضرتك بتقولي سنة سنة على التطوير صح؟ وبعدين إن شاء نبتدي الله يا فندم، نفتح إن شاء الله حديقة يا تاني. فندم، إن شاء الله يا فندم. بشكرك، شكرا جزيلا دكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.